قسما بالله من اقوى وصفات الجلب والربط السريع والثقه في وصفه شامله، راح تجيبوا لك حتى ولو كان تحت 7 بحور او في السماء السابعه، راح ياتيك راكعا متوسلا يقبل رجليك ويديك عشان فقط تسامحي، وراح يكرهك للنساء تهييج وجلب خطير للفراش وتقويه شهوه الرجل عليك يولي كل مجنون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعاتي الغاليات، بارك الله فيكم جميعا. أول شيء سأترك لكم في صندوق الوصف في أول تعليق هذه القناة رابطها، فروحوا اشتركوا فيها وفعلوا الجرس لكي تتوصلوا بكل جديد. قناة باللغة العربية فيها وصفات روحانية قوية جدا، وإن شاء الله أول ما توصل القناة لألف مشترك قسما بالله عندي لكم مفاجأة كبيرة جدا. وأي وحدة راح تشتركت في تلك القناة يا رب تيسر أمورها وتبعث لها غير الخير والتيسير، ويا رب تفرحكم. وراه والله العظيم أنا جدا سعيدة من اللي كنقرأ تعاليقكم الإيجابية، الحمد لله لا يحشمنا يا ربي، والله يعطيكم الخير والتيسير يا أرحم الراحمين، يا ربي تفرحكم يا ربي. والحمد لله تعليق إيجابية والناس كيشكروا الخدمة وكيشكروا الوصفات، فوالله العلي العظيم الله يخليكم تاج فوق راسي، محبة الناس راه كنز، ماشي أي ما كتشلى ما كتبع سبحان الله. اليوم البنات جايبة لكم وصفة خطيرة، ترددت بزاف باش نحطها لكم ولكن راه واعره بزاف، خطيره خطيره، استعملوها في الحلال فقط، لان هاد الامور اللي كتكون خطيره اذا استعملتيها يعني بغرض الانتقام ولا شيء راه تنقلب عليك كتنقلب عليك، لذلك ارجو منك استعمالها في الحلال. هذه الوصفه ربط وثقاف وجلب سريع، والله العظيم غادي تهيجيه ويرجع لك هايج بالليل يبكي على فراقك الدم ويبغي غير يجامعك وتكوني حلال، واذا كان زوجك والله العظيم سوف يسمع كلامك ويولي مدلول ويعاملك معامله زوينه بزاف ويكره كل النساء غيرك، انت خطيره خطيره، جلب سريع وربط عن الفساد خطيره. في هذه الوصفه احبابي نتمنى منكم انكم تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير، لانها فعلا قويه وكتحتاج تعملوها يعني كيف ما اقول لكم بدون زياده ولا نقصان. اول شيء الوصفه احبابي ضروري تكون عندك النيه، ثم الطهاره، تكوني طاهره لا على جنابه ولا على حيض وتكوني على وضوء. الناس اللي تخاف من هذه الوصفات، واخا انا راه ما كنحطش لكم شي حاجه اللي غتاذيكم، راه ما تخافوا حتى حاجه، الناس اللي كتخافوا ولا شي حاجه تقرا ايه الكرسي 7 مرات بالنسبه للايام، عمليها في اي يوم ما عندك شيء مشكل في اي يوم. بالنسبه للوقت من الاحسن الليل، الليل من الاحسن، لكن انت الا كان معك الزوج ديالك بالليل ولا شي حاجه عمليها انت في النهار، المهم هو انك تعمليها في مكان هادئ، يعني شي غرفه هادئه تخليها تكون انت بوحدك وتعمليها، فهمتوا علي احبابي؟ المكونات راح نحتاجوا دميه جديده، ها هي دميه جديده تشتريها عادي. راح نحتاجو احبابي في الله خيط احمر، خيط احمر راح نحتاجو احبابي في الله، كذلك ابر، ابر ابره هكذا نضعها هنا، وراح نحتاجو كذلك ثوب ابيض، ثوب ابيض، ثوب ابيض. انا غنجيب لكم فقط هذا المنديل الورقي، المهم نتوما عندكم خصكم يكون عندكم ثوب ابيض، نتوما خصكم ثوب ابيض، انا رحت لكم غير هذا المنديل، هذا غير منديل ورقي، هذا غير كلينكس. وراح نحتاجو حبايبي في الله قلم، قلم اي لون، ليس ضروره زعما يكون احمر، احمر ولا اسود اللي توفر عندك، ما يعني ماشي مشكل في هذه بالضبط هذه الوصفه، يعني في بعض الوصفات ضروري يكون قلم احمر او مدد الروحاني، هذه الوصفه بالضبط يعني اي قلم متواجد عندك راح تستخدميه حبيبتي، فهمتي علي؟ اي قلم يكون اخضر يكون احمر يعني اي قلم عندك فهو قاضي الغرض، فهمتوا علي احبابي؟ ف قلم نحتاج قلم، و ونحن نريد بداية هذه الوصفة أو عمل هذه الوصفة أحبابي في الله، راح ناخذ شمعة بيضاء أو حمراء أو أي شيء شمعة ونشعلوها في المكان اللي غنعملوا فيه الوصفة، يعني حنا يعني نعمل الوصفة غادي نشعلوا شمعة يعني في أي لون باش الروحانية تكون قوية وتنجح معنا الوصفة. هذه بما يخص المكونات والشروط. فأول شيء ناخذ الثوب الابيض، الثوب الابيض هكذا، ثوب ابيض، ونكتب على الثوب الابيض هذا الكلام،
نكتب عليه هذا الكلام. سأكتبه لكم في ورقة ونقول لكم. أنا كتبت لكم الكلام هنا عشان يعني ما يكونش الفيديو طويل. فهذا الكلام نكتبه في التوب الأبيض على التوب الأبيض بالقلم بأي لون، سواء أسود أو أحمر، في هذا الوصف بالضبط، مش ضرورة. نكتبه: خدام سحر المحبة والجلب، اجلبوا فلان ابن فلانة في الحال مسرعا لي بسرعة الضوء، احرقوا ذاته بعشقي، أنا فلانة بنت فلانة، واجعلوا كل جوارحه تنطق باسمي، اربطوه بي ربطا أبديا لا يستطيع الفراق عني، كلما فكر في الخيانة والابتعاد سلط عليه الهم والغم، وتقفوه على كل النساء غيري، أنا كلما رآني تعلق بي وازداد عشقا وطاعة لي. أعيد القراءة: خدام سحر المحبة والجلب، اجلب فلان ابن فلانة في الحال مسرعا لي بسرعة الضوء، احرق ذاته بعشقي، أنا فلان بنت فلانة، واجعل كل جوارحه تنطق باسمي، اربطوه بي ربطا أبديا لا يستطيع الفراق عني، كلما فكر في الخيانة والابتعاد سلط عليه الهم والغم، وتقفوه على كل النساء غيري، أنا كلما رآني تعلق بي وازداد عشقا وطاعة لي. هذا الشيء نكتبه في التوب الأبيض. بعد ما كتبنا على التوب الأبيض هذا الكلام، نأخذ الدمية نكتب في الجبهة، اسمعوني جيدا، نكتب في الجبهة تبع الدمية، يعني نكتب عليها سيطرة، نكتب على جبهة الدمية سيطرة، سيطرة، وأنا الفرج هنا يعني في هذه المنطقة، يعني في الجبهة نكتب سيطرة، وعلى الفرج نكتب ربط، نكتب هنا ربط وتهييج هكذا، يعني راح تربطيه بيك ربط تهييج، يعني راح تكتبي في الجبهة، تكتبي يعني تكتبي هنايا في الجبهة تكتبين سيطرة، وهنا تكتبين ربط وتحييج. بعد ذلك حبيبي في الله، هنا هنا تكتبين اسمك أنت بحروف متفرقة، مثلا اسمك مريم تكتبين ميم راء ياء ميم، وفي الرجل الثانية تكتبين اسم حبيبك، مثلا اسمه سعيد أو محمد تكتبين مثلا سعيد س عين ياء دال، فهمتوني؟ يعني هنا نكتب اسمك حروف متفرقة واسمه هنا حروف متفرقة. بعد ذلك أحبابي في الله، نأخذ الإبرة ونقوم بوخز الدمية هكذا في كل جسمها، في كل سائر جسمها، وفي كل وخزة يعني في كل دقة ندق فيها الإبرة في الجسم الدمية نقول هذا الكلام. نقول في كل مرة ندخل الإبرة في جسم الدمية نقول: أشعلت في ذاتك النار، نار التهييج والمحبة، وكلما ابتعدت عني تتألم وتحتار. تقولين: أشعلت في ذاتك النار، نار التهييج والمحبة، وكلما ابتعدت عني تتألم وتحتار. يعني في كل مرة حاولي أن تدقي الدمية يعني في كل جسمها، يعني أغلبية جسمها على الأقل بعد 50 دقة ولا 40 دقة، فهمتوا عليا؟ عندما نقومون يعني في كل مرة تدقين الإبرة تقولين: أشعلت في ذاتك النار، نار التهيج والمحبة، وكلما ابتعدت عني تتألم وتحتار. بعد ذلك أحبابي في الله، نأخذ المنديل الأبيض الذي بعد ما تقبلنا الدمية جيدا بالإبرة، هذه الإبرة نضعها جانبا، نأخذ التوب الذي كتبنا عليه هذا الكلام ونلفه بالدمية هكذا هكذا، ونقوم بربطه ب خيط أحمر الذي أخبرتكم إياه هكذا جيدا. بعد ذلك أحبابي في الله، عندما نربط الدمية جيدا بهذا الخيط الأحمر نقوم بدفنها، نخزنها ونقوم بدفنها في مكان ما، في أي مكان، سواء في منزل أو مثلا إذا عندك حديقة ولا في مكان بعيد، يعني المهم تدفنيها تتخلصي منها. راها البنات قوية قوية جدا وراها خطيرة، نتمنى انكم تجربوها في الحلال فقط وعملوها كيف ما قلت لكم، لانها فعلا قوية، يعني هي وصفة شاملة راح تجيبو لك اذا كان مع شي وحدة كاين طرف ثالث في العلاقة راح تتخلصي منه. واي وحدة عندها سؤال ولا شي حاجة تخليه لي في التعليقات، والله ينوركم احبتي الغاليات.